طاقم شؤون المرأة وبالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية يقدمان برنامج ضد الصمت. ضد الصمت برنامج إذاعي يركز على قضايا العدالة الاجتماعية ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد النساء. تم تنفيذ هذا البرنامج من قبل طاقم شؤون المرأة ضمن مشروع المساواة على أساس النوع الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة كياني، بالشراكة مع منظمة كير العالمية في فلسطين، الضفة الغربية وغزة. باسم النساء في بلادي وبعلى صوت بلادي. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج ضد الصمت. مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، والذي لازال قيد المداولات وقيد الرفض وقيد الاستبسال من قبل المؤسسات النسوية والحقوقية لنفاذه، هو قانون إجرائي قائم على تفصيل وتفنيد وتحديد الجهات الرسمية في قطاع العدالة وغيرها من الوزارات ذات العلاقة المباشرة بقضايا النساء والمجتمع. بمعنى آخر، هو دليل إجرائي ينقصه حتى الآن التوقيع، وتنقصه المرجعية، وينقصه أيضا أن يكون هنالك لديه سند، وهو قانون عقوبات جديد وقانون أحوال شخصية جديدة. اليوم ندخل في بعض المحطات الرئيسية القائم عليها القانون بهدف واضح، وهو المعرفة الحثيثة بالقانون والدعوة الصريحة لضرورة تطبيقه. دعوني أرحب بضيفتي في هذه الحلقة لهذا الحوار. أولا أرحب بالأستاذة المحامية لونا عريقات. لونا، أهلا وسهلا فيك برنامج. أهلا فيك. هلا. وأيضا معي عبر الخط الهاتفي المحامية صباح سلامي، وهي منسقة منتدى مناهضة العنف ضد المرأة. صباح، أهلا وسهلا فيك ببرنامجنا. أهلا وسهلا فيك عزيز أمال، وأهلا وسهلا بزميلتي وصديقتي لونا. هلا. طيب، سنذهب مباشرة إلى السؤال الأول، وهون بوجهه للأستاذ لونا. من المنوط به تنفيذ القانون من الجهات الرسمية، وما دور كل جهة مع قضايا العنف الأسري؟ القانون المطروح هو قانون، خلينا نقول، حداثي أكتر. هو بيعتمد على مسألة التشاركية من الجهات الرسمية ككل. إحنا بنحكي عن جهات إنفاذ القانون والجهات أصل أيضا التي تتعاطى مع قضايا العنف المتعلق بالمرأة. يعني إحنا عم نحكي عن أجهزة السلطة من شرطة وقضاء ونيابة وكل هذه الأجسام، وأيضا بنفس الوقت إحنا بنتحدث أيضا على الجهات الاجتماعية زي وزارة التنمية الاجتماعية. وزارة المرأة ممكن يكون لها تدخل. مظبوط، هي الجهات الأساسية، واللي هي بالتأكيد لابد أن يكون لها فعالية ومسؤولية مباشرة في حماية النساء من العنف. مشان هيك هم كل جهة حسب تخصصها لها مساحة في ضمن هذا القانون. أنا قبل ما أروح لصباح، لكن عندما نقول قانون إجرائي أو قانون، هو بفصل بعتي وين المكان اللي لازم أروح له. هل ممكن أنه يمشي القانون بدون ما يقر قانون العقوبات؟ يعني لأنه كانت المطالبة خلونا نعمل القانون لأنه إحنا بحالة طوارئ وإحنا محتاجينه، وبعدين بيجي قانون العقوبات، بعدين بيجي يعني تعديل قانون الأحوال الشخصية. يعني إحنا هون بإطار قانونين، مش بس قانون واحد، نحكي عن قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية. الفكرة الأساسية من المؤسسات النسوية ككل هي إحنا بحاجة لتدبير إجرائي داعم للنساء. ففي هاي المرحلة من الممكن أنه يكون وجود قانون حماية أسرة من العنف داعم للنساء على أرض الواقع. إحنا فعلا بحاجة لتعديلات أساسية ضمن قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية، ولكن مرحليا لابد من وجود رافعة قادر أنه يمشي لحاله بدون ما أنه أنا يعني هل لازم أقر القانونين؟ يعني هو إلى حد ما، وخصوصا أنه في هناك تدخلات كانت في توقيع بعض العقوبات والتجديد على بعض العقوبات أيضا ضمن بنود هذا القانون تحديدا. أنا يعني بصدر هاي النقطة تحديدا وهاي الفكرة، لأنه من جهة القانونيين، وهون صباح أيضا معانا، وبعض الناس اللي هم عاملين بقطاع المحاماة، كانت أنه فكرتهم أنه هذا القانون بمشيش بدون ما يطبق قانون العقوبات. من جهة ثانية، الهجوم على القانون، ما بدي أدخل فيه على فكرة بهاي الحلقة، أنا في حلقتي بدي أتركز على نصوص القانون، أنه كأنه القانون قانون جاي يغير الأشياء، مع أنه الكل بيقول هو قانون
بيوضح وين الضحية بدها تروح، يعني بهاي الطريقة إلى حد ما. وهناك في بعض الجدل لا زال لليوم على تعريفات لبعض الجرائم. أوكي، طب خلينا نروح مع يعني مع صباح. فلسفة القانون صباح تقوم على حماية الأسرة من العنف، الحماية والوقاية كحق. كيف النصوص تترجم بقانون حماية الأسرة من العنف؟ النصوص الواضحة اللي بتترجم هاي الحماية وحماية النساء وحماية الفتيات، لأنه الكل بتعامل معه كأنه قانون بده يغير وضعية المرأة داخل المجتمع أو وضعية المرأة داخل العاملة العائلة، مع أنه الفكرة أنه أنا بدي أحمي وكمان بدي أعمل إشي وقائي. شكرا أمال على هذا السؤال، بس اسمحي لي قبل ما أجيب على سؤال موضوع الحماية والوقاية وكيف ترجمها القانون ضمن نصوص مواده، أحكي أعقب على قضية سؤالك الأول فيما يتعلق بقانون العقوبات، وهل هو كافي أن يكون في قانون حماية أسرة بدون عقوبات؟ هذا الموضوع له إجابة بنقطتين. النقطة الأولى أن في كثير من القوانين في الدول العربية إنه هي موجود قانون العقوبات وموجود فيها باب بيحكي عن العنف الأسري، رغم هيك عندهم قانون لحماية الأسرة من العنف مثل المغرب. هذا واحد. اثنين، قانون لحماية الأسرة من العنف، احنا كلنا بنعرف الإشكالية في قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية، واللي احنا بنطالب من سنوات بوجود قانون عقوبات فلسطيني وليس أردني أو مصري، ولكن عالجنا هاي الإشكال ضمن هذا التحدي بعدم إقرار قانون العقوبات، إن إحنا جعلنا في باب في قانون حماية الأسرة من العنف يحكي عن العقوبات والإجراءات الجزائية المتعلقة بجرائم العنف الأسري، علشان يكون هو قانون متكامل بيحكي عن تعريف للجرم، بيحكي عن في متن القانون كمان في عقوبات لهي الأفعال اللي جرمها القانون. فيما يتعلق بسؤالك حول الحماية والوقاية وكيف ترجمها القانون، القانون اسمه واضح إنه بيحكي عن حماية الأسرة من العنف وليس فقط حماية المرأة من العنف، وهنا في جدل على هذا السؤال ليس مكانه اللحظة هاي، لكن إحنا متوافقين على إنه يكون قانون لحماية الأسرة من العنف نحكي عن الأسرة بكافة مكونات أركانها، يعني القانون بده يوفر الحماية للأطفال، لكبار السن، للنساء، لأي كان داخل هذا لذوي الإعاقة أيضا بشكل خاص. الإعاقة طبعا إنهم نصيب كبير بحمايتهم في ظل قانون حماية الأسرة من العنف، بمعنى أن القانون يتعامل مع موضوع الحماية بمفهومها الشمولي لكل الأفراد بغض النظر من يصدر الفعل المجرم، يعني هو تناول الفعل ولم يتناول موضوع حماية أحد الأفراد في الأسرة أو ترك باقي الأفراد دون الحماية. ترجمها القانون بأكثر هذا المفهوم الشمولي للحماية كيف تناول القانون. لما نروح على مواد القانون وبندخل فيها بنشوف كيف القانون يتناول أشكال العنف لم يتطرق إلها قانون العقوبات واعتبرها صباح. أعطينا أمثلة. المشكلة مع القانون إنه الناس بتتعامل مع القانون بدون قراءة ما داخل القانون، يعني الكل برفض قانون برفض القانون، لكن لما بنيجي للتفاصيل، التفاصيل هي المهمة، يعني أعطينا مبررات كثير. يعني أجا على العنف الاقتصادي حكى عن موضوع العنف الاقتصادي لم يتطرق، لا ما مش موجود عندنا اليوم، احنا ولم يتم التطرق من قبل اي مشرع سواء في اي قانون من الموجود عندنا اللي موجود ورسائل العمل في فلسطين على موضوع مثلا العنف الاقتصادي، كيف حرمان النساء اقتصاديا وكيف التعدي عليهم، وعرف جريمه العنف الاقتصادي وحط لها في باب التجريم عقوبه. اجي على التحرش داخل الاسره والاعتداءات الجنسية والمصاحبة للاعتداءات الجسدية، وراح حط لها عقوبة. الاعتداء النفسي، احنا كلنا بنعرف ان العنف النفسي مع انه اكبر اكثر اشكال العنف اللي موجودة اليوم واللي تمارس بحق افراد مجتمعنا، لكن قانون حماية الأسرة عرف هذا العنف حط له عقوبة في المثل، يعني في وضوح عرف الأسرة وكيف بدها تمتد حتى الدرجة الرابعة في الحماية. حكى عن الاتجار بالبشر، يعني يمكن هاي كمان قضية، بس أنا بحب أشير إن إحنا في كثير من النسخ كنا بنأكد على موضوع الاتجار بالبشر، كنا بنعرف إن حتى إحنا في فلسطين ما عندنا أي قانون يتعامل مع موضوع الاتجار بالبشر. طب واضح، وأنا يعني يمكن عن جد يعني عقوبة. حكى عن الحماية، خليني أكمل الحماية لم يحكي فقط عن حماية الضحايا، هو حكى كمان عن حماية المبلغين، هو حكى عن حماية الشهود، هو حكى عن حماية لمقدمي الخدمات،
في الوقاية، في الوقاية أجا القانون وتناول كيف إنها الدولة بمؤسساتها ملزمة إنها تعمل على شغل الوقاية من العنف. صباح أنت جايكي كمان سؤال، فما تحطيهم كلهم مرة واحدة لأنه في كمان سؤال جايكي تفصيلي. أنا الفكرة كانت من العودة ونتحدث عن نصوص القانون، لأنه لغاية الآن ورغم مرور أكثر من عام على فكرة على الموضوع، ولا زال الناس يتعاملون مع قانون حماية الأسرة من العنف كورقة خارجية دون الدخول بالتفاصيل حتى على مستوى المؤسسات والمختصين والقريبين من الموضوع. فالناس إما ترفض وإما تقبل، لكن يعني غايات هذا القانون، ما هو داخل هذا القانون، ليس معمم بشكل كبير في الشارع الفلسطيني. هون برجي لك يعني لونا، بما أنه نحن نتحدث عن تفاصيل وتفاصيل إجرائية، وكان عندنا نظام التحويل، يعني هل يعني صعب أنها تتركب يعني هذه المباغي وهذه المطالب على نظام التحويل اللي أصلاً ماشي ضمن قطاع العدالة، واللي أصلاً كمان وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المرأة هم جزء مسؤول عنه؟ يعني هو نظام التحويل يتحدث عن النساء المعنفات بشكل مباشر، وبيحكي عن العلاقة التقاطعية ما بين الشرطة والتنمية الاجتماعية والصحة بذات الوقت. إحنا هون عم نحكي أكثر عن تفاصيل متعلقة بحماية الأسرة، مثل ما حكت زميلتي صباح، ككيان متكامل. وإحنا عم نحكي كمان عن تجريم وعقوبة والاعتراف بأنه مسألة العنف هي مسألة داخل الأسرة، هي مسألة خصوصية وليست كما يتطرق لإلها قانون العقوبات بشكل عام أنه هي كأي عنف يحدث في الشارع. يعني هون إحنا عم نعطي خصوصية أكبر لجريمة العنف داخل الأسرة وإنكار لمسألة العنف داخل الأسرة، لأنه إحنا بحاجة لوضع نصوص واضحة لا تقر بالعنف ولا تشجع لإله، وهذا اللي لازم يكون واضح بضمن منظومة هذا القانون نفسه وما بين تفاصيله اللي كمان تتعامل بخصوصية العيلة. يعني مثلا احنا بنحكي في بعض المواد اللي موجودة بالقانون اللي هي لا تتحدث بشكل مباشر على عقوبات مباشرة، احنا بنحكي عن اجراءات من الممكن انها تكون وساطة ما بين الأسرة، جلسات ارشادية. المهم ان تحل مشكلة العنف بالضبط، وانها تحل لمصلحة الأسرة وليست لمصلحة أحد الأطراف ما دون الآخر. والتعامل أهم شيء، التعامل بخصوصية مع وضعية الأسرة وعدم التعاطي معها بقضية جامدة جدا بحاجة لشكوى مقدمة وبحاجة لتعاطي من الأدلة والبراهين وشهود حاضرين وكل هاي الأمور. إحنا بنحكي عن عنف، يعني في حال حصل عنف داخل العائلة هو عادة ما يكون ما بين طرفين، فإحنا مسألة الإثبات اللي مثل قانون العقوبات أنت بحاجة لشهادة شهود، بحاجة لتفاصيل قانونية داخلة في الأدلة، هنا من الممكن يتم التعاطي معها بطريقة مختلفة بتتعاطى مع روح العلاقة الأسرية أصلا. طب يعني هو إحنا بس صباح معنا لسه؟ طبعا عادي. يعني هو احنا قلنا انه اذا بنسمي نظام التحويل الوطني جاء كحاجه ملحه وضروريه، وكانه انا بدي احل سريعا، يعني في عندي جرح نازف بدي يعني اوقف هذا النزيف وبنظم العلاقه ومن ثم جاء قانون حمايه الاسره والمطالبه فيه من فتره طويله، لانه بده ياسس اكثر لفكره مناهضه العنف ولفكره الحد منه والوقايه منه ورفض مساله العنف الاسري ورفض منع مساله العنف الاسري. صباح يعني سؤالي من شقين، اول شيء كيف يعني كانه المؤسسات انشغلت اكثر بفكره الدفاع عن القانون وباتت فكرة التوعية حول نصوص القانون شوي غائبة، هاي واحد هاي النقطة. أحد النقاط اللي كانت تثار بشكل قوة، الكل خائف، هذا القانون جاء لحماية الأسرة بس الكل طالع بقصة كأنه هذا القانون بده يفتت الأسرة، على اعتبار أنه أنا بدي أوفر أقصى أشكال الحماية للنساء المعنفات أو المعرضات للعنف. بدي أوضح النقطتين، كيف القانون ضمن أنه أحمي النساء وبنفس الوقت ما أطلعهم من خارج هاي الأسرة زي ما نسمع، والشغل الثانية العمل على الأرض الواقع على التوعية على مواد القانون. ديش أقول على القانون، على مواد القانون. شكرا أمل.
يعني بدي أبدأ من السؤال الأخير وأرجع. العمل على موضوع القانون والتوعية هي مسؤولية المؤسسات المجتمع المدني والسلطة الرسمية، لأن إحنا بنحكي عن مجابهات والوقوف في وجه ظاهرة هي تهز كل أركان المجتمع الفلسطيني، وبالتالي هي تمس كل حياة حد في مجتمعنا. والعنف كلنا بنعرف إنه دائرة بلف وممكن يوصل لأي إنسان بغض النظر هو كان جزء من هاي الدائرة ولا مش جزء. وبالتالي موضوع الحد من العنف لأنه هو التوعية للحد منها هي مسؤولية متكاملة يجب على كل المؤسسات تكون فيها. وهذا يمكن المنتدى منهضة العنف عم بيقوم بهذا الدور لحد كبير بمؤسساتها في مجال العمل على شرح بنود القانون وإيصال رسالة القانون وأهداف القانون وماذا سيغير القانون وماذا سيأتي وما الذي سيأتي به القانون. أظن هذا ملح الآن صباح، لأنه بصراحة واضح جدا أنه لغاية الآن ما في يعني قراءة من قبل المجتمع بشكل عام بكل أفراده وأطيافه لنصوص القانون وغايات هذه النصوص. يعني في جهد مبذول أمان، لكن يمكن مش بالطموح ولا نصل للمرحلة اللي إحنا بدنا إياها. فيما يتعلق يعني بموضوع الوقاية، متأسف ذكريني بسؤالك الأول. يعني أنا سألتك إنه كيف بتشتغلي على هذا الموضوع إنه من ناحية الـ الوقاية، والإشي الثاني إنه سألتك إنه عن كمان أنا تهت ما يعني إيش إحنا بدنا كمؤسسات، كيف إحنا اللي بدنا إياه كمؤسسات وكأفراد من هذا القانون، يعني كيف كأنا بدنا نبلش نشتغل فيه. طبعا يعني القانون أنا يعني مؤمن إيمان كبير بأن القانون يجب أن يصل لكافة أبناء وبنات شعبنا، لأن زي ما حكينا وأكدنا هو بيحكي عن منظومة حماية وإجراءات تمس كل الناس، وبالتالي مهم كل الناس تطلع عليه، مهم كل يضع ملاحظاته من الأهمية بمكان تفسير هذا القانون وإيصال الصوت لكل الناس بغض النظر وين أماكن تواجدنا. طيب يعني أنا بدي أروح للونا وأرجع لك شوي صباح، إنه من أكثر ما يواجه المؤسسات، وهلأ صباح يمكن كمان تضيف على ذلك، إنه دائما الجرائم المتعلقة بالأسرة هي جرائم عندها حساسية، حساسية بالتدخل، حساسية كمان بالحلول، وحساسية بالأثر البعيد على الضحايا حتى الناجيات من العنف. واحد، كيف القانون عالج ذلك؟ ثانيا، إيش الضمانات؟ يعني بصراحة يعني ما فيش ضمانات، بس إنه يعني واضح إنها السلسلة بتضلها ماشية. لونا، هو عادة لما يكون هناك في قانون هو لا يعطي ضمانات لإلغاء الوضع تماما أو إنهاء العنف بشكل قطعي، هو بيعطي مساحة للمحاسبة والملاحقة وعدم القبول في مسائل العنف. إيش الضمانات؟ حاول القانون إنه يكون هناك فيه ضمانات وخصوصا للمبلغين، ومسألة حماية المبلغين ووضع هاي المساحة أصلا اللي ما كانت موجودة بداخل القانون، اللي يعني بالمناسبة هو قانون أردني من سنة 60 لم يتعاطى مع هاي القضايا بشكل بيلزم الدولة بمسؤولياتها، لأنه بتعرف في منظومة الاجتماعية كانت سابقا هي منظومة اجتماعية حامية أكثر للأسرة. بغياب هذه المنظومة الواضحة الاجتماعية للحماية صار هنا لازم يكون في دور أكبر للسلطة الرسمية من الحكومة. مشان هيك كان في الطرح اللي موجود مباشر بالقانون في مسألة حماية الشهود وحماية المبلغين وعدم البوح بأسمائهم أو مصادرهم بالضبط. وهي كمان يمكن تعطي مساحة للناس لتقدر تتدخل أكتر، لتقدر تثبت رفضها للعنف اللي عم تشوفه بشكل يومي من الممكن، ومن الممكن أنه تشوفه بشكل فج محيط فيها. أتفائل شوي صباح وهيك يعني أحلم شوي، أروح بأحلامي شوي. طبعا يعني إذا أرسيت هذه القواعد من الوقاية، وأنا من الناس اللي بيؤمنوا إذا كان في نظام واضح الناس راح تتربى على هذا النظام الواضح، هذا رايح يعمل شكل من أشكال الوقاية بعيدة المدى، بمعنى أنه ممكن يجي جيل يرفض قضية العنف ضد النساء. هذا طبعا أحلام بعيدة بس بنتمنى إنها تكون. شغلة تانية، يعني جاوبيني على هذا السؤال الأول وبعدين بسألك الفرع الثاني. تمام. طبعا أنا من الناس اللي مؤمن إيمان كبير بأن القانون يخلق ثقافة،
وهو أداة من أدوات التغيير المجتمعي. وبالتالي هذا القانون لما بيكون مقر الحد من العنف، أنا ما بنحكي إن العنف بده ينتهي في كبس الزر، أكيد بده جهد وبده وقت كمان للوصول للمرحلة اللي إحنا نسمعها، لكن القانون هو معول وأداة هامة جدا في عملية خلق التغيير وخلق ثقافة مجتمعية نابذة للعنف. طيب النقطة الثانية صباح، العمل، يعني هون في عمل مع الجهات الرسمية وفي عمل مع المجتمع. إيه انتو هون كمنتدى، انا بسأل ايش الاليات اللي بتتبعوها عشان توصلوا لكل قطاعات المجتمع وكل فئاته بالتوعية تجاه هذا القانون؟ يعني احنا العمل بمستويين مع الحكومة. مع الحكومة احنا العمل بموضوع الضغط والتأثير والمطالبة الحثيثة والمستمرة بضرورة اقرار قانون حماية الأسرة من ضمن رزمة قوانين احنا بنطالب فيها من سنوات، وهي قانون احوال الشخصية وقانون العقوبات، لكن اللي مطروح على الطاولة اليوم وبجدية عالية جدا هو قانون حماية الأسرة من العنف. احنا كمان اضافة لهيك، هذا اول مستوى. المستوى الثاني بنشارك كممثلين عن المجتمع المدني في فلسطين باجتماعات اللجنة الفنية لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف. يعني اللجنة الفنية لماخذ التعديلات من كل أطياف المجتمع، من كل المؤسسات. إحنا بنشارك بالإنابة عن المجتمع المدني، إحنا والاتحاد العام، لصياغة هاي الملاحظات على القانون بهدف الانتهاء منها وإرسالها لمجلس الوزراء. هذا على مستوى العلاقة مع الحكومة في قانون حماية الأسرة من العنف. في العلاقة مع المجتمع، إحنا يعني يمكن عم بتعرف أستاذة أمل، وواضح إن إحنا عندنا حملاتنا السنوية المستمرة من أكثر من 13 عام للمطالبة بقانون حماية الأسرة من العنف. يعني وسائل التواصل الاجتماعي، الإعلامية، لقاءاتنا الجماهيرية، ورش العمل، لقاءاتنا مع البلديات، لقاءاتنا مع صناع القرار على مستوى الوسط، لقاءاتنا مع الأحزاب، كلها إحنا عم ندق الأبواب كلها هاي بهدف المطالبة بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف. أنا بدي أشكرك جدا المحامية صباح سلامة، يا منسقة منتدى مناهضة العنف، على هذه المداخلة الطيبة في البرنامج. بنتمنى أنه عن جد يعني كل هذه الجهود يكون لها ثمار وتكون لها نتائج واضحة وصريحة، لأنه هذا كله يتو لصالح المجتمع. شكرا صباح. شكرا عزيزتي أمان. يا هلا فيك، يا هلا. يعني هون لونا في سؤالي، انه حتى انا لما باجي بحكي على شخصية المرأة المعنفة او الحالة اللي بتكون فيها المرأة المعنفة، لا ادري، ومن خلال تجربتي هون بحكي، ويمكن شيء اكثر انطباعي، كأنه فكرة انها المرأة مجرد انها تدخل حالة العنف، تبلغ، تنجو من العنف، تتحول لشخصية جديدة في عودتها للعائلة. وهذا واحدة من الصعوبات، اللي هي صعوبة كيف عودة النساء بعد ما يقوموا بممارسة حقهم بأنه يأخذوا خدمة بدل العنف اللي تعرضوا، ممارسة حقهم أنهم يشكوا، ممارسة حقهم أنهم يحكوا. أحياناً عودتهم للعائلة عودة صعبة. كيف ممكن القانون، وكمان يعني إذا بنشوف شغل المؤسسات، يساهم في أنه أمورهم تكون أسهل؟ يعني هي مسألة كتير مهمة وحساسة في الموضوع. بالإضافة لأنه هذا القانون هو بيهدف لرفع الوعي ورفض القانون، كمان بيعطينا مؤشر كتير مهم للأمام، أنه رح يعزز من مسألة المسؤولية الاجتماعية على كل الأفراد في رفض العنف، وعدم تحميل العبء كلياته على النساء المعنفات ذاتهم لرفض العنف، كأنه هم بوحدات بصفوا بمواجهة هذا العنف اللي بتعرضوا له. ومسألة قبولهم، إعادة قبولهم داخل الأسرة، وهي من الممكن تكون سجنت بين قوسين الزوج، أو أنه هي اشتكت لدى الجهات الرسمية على الزوج وما إلى ذلك. القانون بتعامل مع هذا الموضوع بحساسية، مشان هيك تحدث عن مسألة الوساطة وتحدث عن دور. خلينا نشرح أكثر عن الوساطة، لأن الناس بتفهم إنه الوساطة ما بقدر نحل كل إشي برا. لا، هي ما هي بالضبط مثل المصلحين اللي من داخل الأسر، اللي هم بيجوا بيحاولوا يحطوا الأمور كلها يعني أمام الطرفين، بيحاولوا يكون هناك في حلول. كمان القانون التعامل مع مسألة تكرار العنف،
تكرار العنف، وإذا كان هناك في وتيرة معينة للعنف هو بتعامل بخصوصية بكل التفاصيل هاي. مشان هيك إحنا عم نحكي هذا القانون كتير مهم وجوده، لأنه لا هو رح يكون مفسخ مثل ما بيقولوا بالشارع للأسرة، ولا هو بيضع النساء في مكان اللي يعني لا تعود تعرف كيف تعود إلى داخل نسيج الأسرة اللي أجت منه. هو بس هون إحنا كأنه كله بنحكي عن نساء متزوجات، مع أنه في حالة أصعب لما بكون الفتيات، يعني لما بكون الفتيات اللي هم قاصرات أو دون يعني مش متزوجين وبدخلوا هاي بتعرضوا لعنف وبيطلعوا لسه ردة الفعل بتكون عنيفة أكتر. هي إحنا القانون بيحكي عن الكل، وبيحكي كمان عن الفتيات والفتيات الصغيرات، يعني نحن عم نحكي عن تحت 18 عام وكل العلاقات المتشابكة اللي داخل الأسرة، وممكن توصل لمسائل خطيرة مثل الاعتداءات الجنسية وما إلى ذلك. الوساطة ما عم تحكي فقط عن أزواج، هي عم تحكي كمان عن أفراد داخل الأسرة، عم تحكي مثلا عن معتدي داخل العيلة، كيف إحنا نحافظ على العيلة ونخرج المعتدي بدل ما نكون نخرج الضحية من داخل الأسرة. هون بيطلع دور وزارة التنمية الاجتماعية والأفراد الأخصائيين اللي هي من الممكن يحافظوا على ترابط هاي الأسرة. هذا اللي بنشوفه داخل القانون، هو يعني بيعطي مسؤوليات كتير كبيرة، ومن الممكن إنها تكون منهكة على عاتق الجهات الرسمية. ومشان هيك يعني خلينا نحكي بشكل صريح إنه من الممكن يكون هناك في تحفظ في قبول مواد القانون، مش لأنه المواد هي سباقة وبتفتت بالضبط، مش عشان بتفتت الأسرة، لأنه هي عليها مسؤوليات كتير عالية بتصير للجهات الرسمية ولازم تتولاها. طب بس هون كمان برجع لنفس السؤال وفي سؤالي الأخير، اللي هو إذا ما كانش قانون الأحوال الشخصية كمان بيترجم هذه الحالة، كيف ممكن تضبط الأمور؟ يعني لأنه في قانون الأحوال الشخصية في وضوح وين مرجعية البنت، وين مرجعية الزوجة، وين مرجعية كذا، فكيف ممكن أنا أجي بقانون العقوبات وأخرج وأكسر هذه الدائرة هناك مش يعني مش مكسورة عندي؟ حلو كتير يعني هذه الجدلية اللي داخلة. احنا دائما منطالب كحقوقيين بداية بانسجام كامل لكل القوانين مع بعض. احنا عم نشوف انه اليوم عندنا مجموعة قوانين قديمة جدا، ومن الممكن انها ترجع لأيام الانتداب، ومن الممكن ترجع لأيام المجلة العدلية والتاريخ العثماني وكل هاي بشكل عام هي قانون نتاج وبقايا استعمار يعني. بالضبط، هي كلياتها كمان متناقضة، يعني حتى فلسفة القانون غير منسجمة مع بعضها البعض. احنا اليوم نتطلع انه مثل ما حكينا بالبداية، هو هذا يكون يعني مثل مطب صغير تستطيع اجتيازه النساء، ولكن الأساس في أنه يكون هناك قانون عقوبات منسجم وقانون أحوال شخصية أيضا منسجم. ويعني كمان بحاجة وخصوصا بقانون الأحوال الشخصية أنه يكون هناك في نظرة شمولية وعميقة للتفسير الفقهي ما وراء المادة القانونية، وعدم الاكتفاء بالجمود اللي موجود فيه بالموجود. صحيح، وإحنا هنا يعني ببرنامج ضد الصمت، رغم يمكن أنه كتير حكينا عن قانون حماية الأسرة من العنف، رغم كل الأرقام الإحصائية التي تخرج والتي تشير إلى ارتفاع منسوب العنف في المجتمع الفلسطيني. وعلى فكرة العنف مش بس ضد النساء، العنف ضد النساء هو الأبرز، لكن عندما نتحدث عن أكثر من 25% من الطلاب بتعرضوا للعنف داخل المؤسسات التعليمية، هذا رقم وإحنا كبير. وإحنا كمان المفروض كمان نسلط الضوء على فئات خاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا أشخاص ذوي الإعاقة بتعرضوا للعنف، وأيضا هنالك بعض الرجال لكن العدد محدود. لكن يعني إذا نصل إلى هذا الأعداد وهذه الأرقام المهولة من العنف وإحنا لحد الآن مش مقدمين حلول، فهذا صعب جدا. كانت هذه الحلقة مساهمة ومحاولة ضمن سلسلة من الحلقات للعودة والحديث عن ضرورة إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، لأنه يمكن تكون هاي درجة أولى في حماية الأسرة الفلسطينية. أستاذة المحامية لونا عريقات، بدي أشكرك جدا على حضورك على الاستوديو على هذه المداخلة في برنامجنا ضد الصمت. مستمعينا الأعزاء، حتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج ضد الصمت، لكم مني أمل جمعة من طاقم شؤون المرأة أحلى وأطيب الأمنيات. طابت الأوقات
وكل أوقاتكم خالية من العنف. طاقم شؤون المرأة وبالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية يقدمان برنامج ضد الصمت. ضد الصمت برنامج إذاعي يركز على قضايا العدالة الاجتماعية ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد النساء. تم تنفيذ هذا البرنامج من قبل طاقم شؤون المرأة ضمن مشروع المساواة على أساس النوع الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة كياني، بالشراكة مع منظمة كير العالمية في فلسطين، الضفة الغربية وغزة.